بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا اليوم الذي هو يوم من أيام هذا الشعب المظلوم، هذا اليوم الذي تطاولت فيه حكومة هذا البلد، هذا الحكم الطاغي على شعب فقتلته بدم بارد، هذا الشهيد وهو محمود أبو تاكي الذي سقط في 17 فبراير في يوم الخميس الدامي، الذي بحق أدمى القلوب في حين خرج علينا رؤساء سلطات هذا البلد وهم يضحكون بدم بارد قتلوا هذا الشعب. هذا اليوم الذي تفردت به الأنظمة الخليجية والعالمية عموما والمنطقة بهذا الشعب، فلم يكن منهم أي شيء إلا التبريك لهذا النظام وعقاب الشعب بأنه مجرم. يوم الخميس الدامي الذي أدمى الشعب وأدمى كل ذي حس وإنسانية، إلا أن هذا النظام أولغ في الدماء فقتل وكأنه خلع ثوب الإنسانية برمتها. قتل هذا الشهيد السعيد وهو يدافع عن الحرائر، وكأنما قدرنا أن ندافع عن النساء التي كفل لها الله سبحانه وتعالى أن تصان إنسانيا وحقوقيا. رفض أن يخرج من المنطقة في الدوار حيث مرتزقة النظام تقذف حممها على المسالمين، رفض أن يخرج من هذا المكان، من ذاك المكان، فأصابوه بغدرهم وشاجعتهم التي طالت ما يقرب من 70 عام دون أن تصل إلى الإسرائيليين اليهود أبناء عمومتهم، ولكنهم وصلوا إلى المسالمين في الميدان، ميدان الخميس الدامي، بجنبه أحمد فرحان الذي قدم رأسه فداء لهذا الوطن، شاب قد قدم ما عنده أيضا فداء لوطنه ودفاعا عن منطقته وبنيها، قتلوه بدم بارد وإلى الآن لم يعثر على قاتله المعروف عندهم. محمود أبو تاكي قتل برصاص قوات هذا الحكم وإلى الآن لم يعرف قاتله. بالأمس خرج علينا النظام وقضاءه المزيف فأوغلوا في جرائمهم وحكموا على شباب من هذه المنطقة العزيزة، منطقة سترة، بكم من هائل من السنوات، وكأنهم يقولون نحن لسنا من بني البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وأن ينهي هذا النظام الذي لم يعترف بالإنسانية. أسأل الله أن ينتقم لنا منه وممن يعينه ولو بسكوت عنه. لن تنتهي حركتنا، سنطالب بالقصاص مهما كلف الأمر، ما بقينا، سنطالب بالقصاص وبأي أسلوب كان. من أراد أن ينتقد العنف
نحن لسنا أهل عنف، نحن أهل سلم. السلمية هي وجوهنا وهي منا تبتدئ. نحن البلد المسالم، من يرتكب العنف هو من أتى لهذه البلد وقتل شعبها ومارس على طيلة 230 سنة قتلا في هذا الشعب. ومن أراد أن يبرز للعنف حاجة فليذهب إلى هؤلاء. أما من يتطاول على شعبنا بأننا نحن ممن نتواجد في العنف بأي وسيلة فلينزع عنه لباس الإيمان وليفكر في ما يقول.